of Na2 CO3 ال MWT اللي معطيني اياها ريكفر تو بريبير 250 ملليلتر اوف 0 بوينت اها نورماليتي سوليوشن. انتبه لعندي حاليا بالنسبه للنورماليتي في لها قوانين انا لازم اكون عارفها. تمام، اول شيء شو هي النورماليتي؟ النورماليتي هي عباره عن ضرب المولاريتي، هذا قانون النورماليتي. شو هي الان؟ هذا اللي بدي اعرفه. الان الان لو كان عندي اسيد يعني احماض او بيس او سالت املاح او ايون يعني ايونات، بالنسبه للاسيد مثلا لو كان عندي HCl او H2SO4 او على سبيل المثال H3BO4، شو هي الان؟ الان بالحاله هذه هي عند الاسيد عدد الهيدروجينات. هون كم عندي هيدروجين؟ واحدة، بيكون الان بواحد. هون كم عندي هيدروجين؟ ثنتين، بيكون الان باثنين. هون عندي ثلاثة، بيكون الان بثلاثة. اذا الان عند الاسيد هي عدد الهيدروجينات. جميل، اوكي. نرجع البيس قواعد. لو كان عندي NaOH او على سبيل المثال BaOH2، شو هي الان؟ راح تكون عدد الOHات. كم OH عندي هون؟ واحد، معناته الان بواحد. كم OH شون؟ اثنتين، معناته الان عند البيسز هي number of OH، عدد الOH. جميل، خلصنا منها. بنروح على السالتس. بالنسبة للسالت على سبيل المثال لو عطاني قال لي مثلا Na2CO3. طيب ال Na2CO3، بس قبل ما ناخذ ال Na2CO3 لو سألتك هون عند لو كان عندك الحمض H2CO3 كم بتكون ال N بالنسبة له؟ 2. اوكي، هذا ال N له ثنتين. لو استبدلت الهيدروجينتين وحطيت اثنين صوديوم ما راح يختلف الموضوع. اذا هذا الملح مشتق من هذا الحمض، فالان هو عدد ذرات الصوديوم اللي استبدلت بدل ذرات الهيدروجين، معناته الان باثنين. يعني نفس الهيدروجين. ايوه نفس الهيدروجين، بس هون استبدلت الهيدروجينات بصوديوم، ماشي، فاستبدلت هيدروجينتين. اوكي تمام، في طريقه ثانيه بعد شوي راح نشوفها. خلينا ناخذ الايون. لما بيكون عندك ايون على سبيل المثال لو كان عندي Fe بلس 2 شو بتكون ال N بالحالة هذه؟ 2، الرقم اللي فوق. طيب لو كان عندي على سبيل المثال PO4 ماينس 3 بتكون ال N بثلاثة. إذا الرقم اللي فوق شحنة موجبة أو سالبة بشيلها، ما بخلي، بس باخذ الرقم. طيب لو كان عندي CO3 ماينس 2 شو بتكون ال N؟ 2. ممتاز، ارجع لهذا. إذا احنا قلنا استبدلنا الهيدروجين، ممكن اني ارجع اقول له هذا هو عبارة عن NaNaCO3، هذا بلس 1 هذا بلس 1 هذا ماينس 2، معناته الN باثنين. تمام، هاي بالنسبة للنورماليتي. النورماليتي شلون بجيبها؟ نعم؟ اقول لك استاذ، هذه بالنسبه حق الان في المولاريتي. اوكي، هاي النقطه الاولى بالنسبه للان وربط النورماليتي مع المولاريتي. اذا الان في القانون اللي بيربط بين النورماليتي والمولاريتي، يعني انا كاني بدايه بمساله النورماليتي بدي ابدا احسب المولاريتي وبعدين بطبق القانون هذا ان ضرب ام علشان اجيب النورماليتي. اوكي، لذلك احنا بدينا بالقانون هذا. ولكن في عندي شغله كمان احيانا ممكن ان تصدفني بتختلف شويه. في عندي إشي اسمه الـ EW أو الـ EQW. إذن هذا الـ EW هو مختصر لكلمة EQWT، سموه EW. شو هو الـ EW؟ هو الـ MW مقسوم على N. حلو، الـ MW المولكيولار ويت. على سبيل المثال، على سبيل المثال لو أعطاني الملح التالي Na2CO3
وقال لي هذا ب 106، هذا يقصد بالام دبليو 106. طب لو طلب مني احسب الاي دبليو، بقول له هي الام دبليو على الان، الام دبليو 106، الان بكم مالت الملح هذا؟ 2. ممتاز، معناته بطلع الاي دبليو 53. حلو، قانون النورماليتي. اوكي، هي الجرام على الاي دبليو مضروب في الفي ال تقريبا. هذا قانون الفونكشن استاذ. هذا قانون النورماليتي، انتبه لعندي، هذا قانون النورماليتي يشبه شوي قانون المولاريتي. لو رجعت على قانون المولاريتي اللي خذيناه قبل شوي، كان فوق جي بس تحت شنو؟ كان ام دبليو مو اي دبليو. ايوه، اذا هاي الفرق، هاي الفرق بين النورماليتي والمولاريتي. هناك كان ام دبليو، هنا اي دبليو. طيب لو بدي لي جرام، شو راح يصير بالحاله هذه؟ هي النورماليتي ضرب الاي دبليو ضرب الفي ال، ضرب الفي ال، حطها كمان داخل. يعني هو راح، لا يا اما راح يطلع ما يطلب مني الجي، لا اما راح يطلب مني النورماليتي. خلينا نرجع المساله اللي اللي عندنا اياها. اذا هو بيقول لي كالك ذا نمبر اوف جرامز، انا راح استخدم هذا، معناته هذا اذا نمبر اوف جرامز لجرامز النورماليتي اي كيو دبليو اي دبليو الفي ال. طيب ليش انا استخدمت هذا القانون؟ لانه اعطاني بالمساله النورماليتي، لو اعطاني المولاريتي بدي ارجع القانون الاول اللي خذيته بالمساله اللي حليناها. هذا هذا اوكي. اذا القانون اللي بستخدمه بيعتمد على المعطيات اللي اعطاني اياها. اعطاني المولاريتي بستخدم هذا القانون، اعطاني النورماليتي بالمساله مثل المساله اللي عندنا اياها راح استخدم القانون الجي اللي فيه النورماليتي. جميل، معلش استاذ، شلون افرق بين النورماليتي والمولاريتي؟ بنص المساله راح لاحظ هون شو اعطاك. قال لك نمبر اوف جرام، هذا يبي الجي مجهول، اعطاني هذا الام دبليو اعطاني اياه، واعطاني الفوليوم، اذا هذا الفوليوم بالمل لتر مثل ما قلنا لازم احوله الى اللتر، بقص مباشره على 1000 بطلع 0.5 لتر. اها، هاي اللي بتدلني هل انه لازم اخذ قانون اللي فيه نورماليتي، لانه اعطاني النورماليتي هون بالمساله. طيب كله صار موجود معايا، كله صار موجود معي. راح أصغر الصفحة شوية بس علشان نقدر نحدد ال... أوكي، الجي تساوي النورماليتي كم عطاني إياها؟ 0.15. الـ AQW أنا ما حسبتها لسه، هو أعطاني الـ MW. انتبه، شلون بحسب الـ AQW؟ إذا قلنا الـ AQW هو الـ M، أو حسبناها خلص كاهي محسوبة، هذه طلعناها احنا 53، والفوليوم باللتر 0.25، وشي بتكون المسألة خالصة. حسبهم على الحاسبة كلياتهم، ماشي تمام. يعني لو هو طلب مني الجرام ومعطيني الفي والفي ال والام دبليو، معناته بالمولك، ايوه قانون المولاريتي لازم استخدم. ايه سوري، قانون المولاريتي زين، راح احط اي قانون فيهم، يا الان او الجي، صحيح؟ هذا الجي لو طالب مني هو حساب النورماليتي بدي استخدم القانون هذا اللي فيه النورماليتي، لكن هو طلب مني زي. الجي استخدم التاده، جي تساوي ان ضرب اك. تمام زين استاذ، انت القانون هذا اللي فوق الان اللي يساوي ان اكس ام، هذا بس انت حاط لي اياه بحيث ان اعرف شلون اطلع الان. احنا خذينا، شوف احنا ما طبقنا عليه هذا القانون، هو المفروض هذا القانون انا بالمساله هذه بما انه هو طلب مني الجي فانا ما استخدمت القانون هذا. لو كان طالب مني النورماليتي مو المولاريتي، مو الجي، النورماليتي، انا بقدر ابدا المساله واحسب له المولاريتي وبعدين اخر شيء بطبق له هذا القانون عشان اجيب له النورماليتي. اذا احنا هذا القانون ما استخدمته بالمساله هذه. تعال نشوف، ممكن نشوف بالمسائل الجايه ممكن نطبقه. اذا واضحه المساله؟ لو حسبت هذا المقدار راح يطلع معي 0.15 ضرب 53 ضرب 0.25، بيطلع الجواب 1.98 جرام. تمام، اذا شي بتكون خاصه هذه المساله.
وننتقل على مسألة ثانية. المسألة اللي وراها تبل عندي هون بالمسألة بالإكزامبل 8 A sample of pure Na2CO3. هذا صرنا خلص مر معنا وصرنا نعرف شلون بنحسب ال E W إلو ال E W، قلنا هي ال M W على 2 لأنه هذا باثنين مثل ما قلنا. Weighting إذا sample of pure Na2 weighting هذا وزن العينة. أوكي. Is dissolved in water and titrated with HCl. A volume of 30.23 milliliter is required to reach the metal orange end point. Calc the normality of acid. تبه لعندي. لما بيكون في عندي معايرات تتريشن أو مسائل تتريشن. حلو. وبدنا نحلها بالحالة هذه راح أكتب له أبدأ المسألة بالقانون التالي. MEQ للمادة الأولى تساوي MEQ. كتلة المكافئة للمادة الأولى تساوي الكتلة المكافئة للمادة الثانية. لكن شنو هي الـ MEQ؟ إذن أنا كمان لازم أعرف شو هي الـ MEQ. الـ MEQ هي أحد شغلتين. انتبه لعندي. يا أما الـ MEQ بتكون V ضرب N، يا أما الـ MEQ راح تساوي الـ M ضرب الـ N. لا، MG على اي دبليو. طيب خلينا نشوف المساله، نرجع نقرا المساله كويس ونشوف شو اعطاني. هو اعطاني بالمساله مادتين تفاعلوا مع بعضهم، فانا بدي اقول الام اي كيو للماده الاولى تساوي الام اي كيو للماده الثانيه حتى لو وصلنا للاند بوينت، لان نقطه نهايه التفاعل. عند نقطه نهايه التفاعل بيكون عدد مكافئات الماده الاولى يعني الام اي كيو للمادة الأولى تساوي الـ MEQ للمادة الثانية. لكن أنا بالنسبة للمادة الأولى أو بالمادة الثانية شو بدي استخدم؟ V ضرب N ولا MG على EQ حسب المعطيات اللي أعطاني إياها. إذا هو أعطاك Na2CO3. أوكي؟ تمام. فاعلها مع HCl. إذا هون قال لك التتريشن تمت مع HCl. الـ HCl a volume of 30.25 milliliter is required. إذا استخدمت من الـ HCl حجم مقداره الـ V 30.23 مللتر. النورماليتي إله مجهولة ما أعرفه، هو طلبها مني آخر شيء. كالك ذا نورماليتي أوف أسيد. أوكي. لكن بالنسبة لهذا أعطاني الكتلة الـ M الماس، يعني الماس اللي أعطاني إياه 0.3542 وهاي جرام. اوكي. والاي دبليو انا بعرف فاوريدي للماده هذه هي 106 تقسيم 2 صح؟ هي الاي دبليو يعني 53. طيب لو اجيت حاليا بدي اكتب، تبي شلون بدي ابدا بالمساله؟ بدي اقول الام اي كيو للماده الاولى تساوي الام اي كيو للماده الثانيه. منو الماده الاولى؟ ان اي 2 سي او 3. ومنو الماده الثانيه؟ اتش سي ال. حلو. بالنسبة للـ MEQ للـ Na2CO3 شو راح أستخدم؟ MG على EQWT ولا راح أستخدم V ضرب N؟ راح نستخدم MG على ممتاز، لأنه هو أعطاني كتلته وإحنا بنعرف الـ EQ. إذا هذه الثنتين، إذا بالنسبة للمادة الأولى راح أستخدم ميلي جرام، ميلي جرام مو جرام. ها اذا لاحظ هون انا ما استخدمت جي، استخدمت القانون بيقول لك ميلي جرام. بدك تستخدم القانون هذا بدك تحط ميلي جرام وتحت اي كيو دبليو تي، هذا ما فيه مشكله. هون بالنسبه للاسيد شو بدي استخدم؟ واضح بما انه اعطاني الفوليوم وطلب مني النورماليتي، بدي اقول في ضرب ان لمنو؟ للاسيد، للحمض. جميل جميل جدا. منعوض كل شيء عندي يا بعوضه ال اي دبليو 53 الميل. شوف هو اعطاني بالجرام، شلون بدي احولها لميلي جرام؟ هذه
بضربها بألف. إذن ميلي جرام، بألف. انتبه ها، راح أسجلها هون، ميلي جرام إلى ميلي جرام نضرب بألف، فإحنا عندنا 0.3542 جرام، اضربها بألف، اضربها بألف، شو راح تصير؟ 3542 ميلي جرام. هذا اللي راح استخدمه هون، اللي راح احطه بدل الميلي جرام. جميل جدا هذا الكلام، خلينا نشوف. اذا فوق راح يصير، راح اكتبه باللون الاحمر ها، ثلاث، عشان اضل انا متذكر انه هذا في شغله تمت فيه، تو هذا صحيح ميلي جرام. بنكمل الحين الفوليوم مال الاسيد اعطاني اياه هو 30. طبعا لاحظ انه الفوليوم مال الاسيد بالحاله هذه راح اخذه بالميلي لتر. شيل قانون الام، الكتله اللي هون الماس بالميلي جرام، والفوليوم اللي هون بالميلي لتر. طيب 30.23 النورماليتي مجهوله، هي اللي نبيها. بدخلهم كلياتهم على الاله الحاسبه، اذا راح يصير ال ان وعادي نستخدم ال ان اكس، صح؟ بيصير الحمد. بيصير تبيها ان اكس بيصير، او نزل هذا تحت هذا اللي بدك اياه، ما فيش مشكله. 3 5 4 بوينت 2 بنزل تحته ال 30.2 وبحسب النورماليتي على الاله الحاسبه، وبدك تستخدم طريقه سولف على الاله الحاسبه تبعت اكس، ما فيش اي مشكله. ايه اذا 3 5 4 بوينت 2 وتحت 50.53 ضرب 30.25، والجواب راح يطلع 0.22. بتحط ان هنا يعني نورماليتي. خلصت المسألة. اوكي تمام. طيب اذا مسألة النورماليتي هامة جدا هاي. ايه صحيح. بنروح على مسألة ثانية. إذا الملاحظات اللي تكلمت عنها بالمسألة هاي، الملاحظات اللي تكلمت عنها ما لازم يقع فيها أي خطأ. هون الكتلة بالميلي جرام، لو أعطاني إياها جرام بحولها ميلي جرام، الفوليوم بالميلي لتر. أوكي؟ طيب، خلينا نشوف المسألة الثانية. هون. بيقول لي أسامبل أوف إن بيور، اذا هذه عينه ليست نقيه، كي اتش بي ويتنج، هذا وزن العينه جرام، ريكيورد 42.48 ميلي لتر اوف 0.1085 نورمال من البيس. اذا سوالها معايره مع قاعده، كالكوليت ذا بيرسنت اوف بيوريتي اوف كي اتش بي اللي هو الاي دبليو له 204. طب خليني بس افهم المساله بالاول، خليني افهم شو هو اعطاني. اول شيء عينه، هذه العينه السامبل وزنها 2.1283 جرام. جميل هذا الكلام. فيها الماده اللي هي هذه كي اتش بي، ما نعرفها كم، هذه كم جرام. طلب مني احسب نسبتها في هذه العينه، يعني انا لما بدي احسب نسبتها بدي اجيب هذه كم جرام على وزن العينه كامل، بتطلع معي نسبتها. اذا الرقم المجهول هذا على وزن العينه كامل 3 ضرب 100 بتطلع معي نسبتها المئويه. اذا انا المطلوب مني ابحث عن كم وزن الكي اتش بي في هذه العينه. جميل، بدي اشوف المعلومات اللي اعطاني اياها. قال لي لما أخذنا هذه العينة ماشي، فاعلها مع بيس. البيس هذه استخدمت منها الفوليوم، احتجت إلى 42.48 ميلي لتر من البيس. أوكي، البيس النورماليتي إلها 0.1084. حلو. طيب أنا شو قلت قبل شوي؟ هذا اللي يتفاعل معه الكي اتش بي. طيب راح اقول الام اي كيو للماده الاولى تساوي الام اي كيو للماده الثانيه. الام اي كيو الماده الاولى منه البيس، الماده الثانيه منه الكي اتش بي. طيب الام اي كيو بالنسبه للبي على اي اساس اخترنا الواحد
الواحدة بيس والثانية كي اتش بي. المادة أساس الأولى، المطوع ولا عشان شنو؟ لا المادة الأولى هي بيس والمادة الثانية هي كي اتش بي، يعني مادتين. شو من كانوا عندي المادتين بالمسألة، الام اي كيو للمادة الأولى بتساوي الام اي كيو للمادة الثانية. جميل. طيب بالنسبة للام اي كيو للبيس، شو القانون راح استخدمه؟ في ضرب ان او ام جي على او اي على دبليو، شو بدي استخدم الها؟ على حسب المعطى. طب شو معطيني هو؟ في و ان، معناته هون بدي استخدم في ضرب ان. في و ان صحيح بالنسبه للماده الثانيه. بالنسبه للماده الكي اتش بي، هو لا اعطاني الفي ولا اعطاني الان، وانا قاعد احسب عن كتل ادور على كتلته، اذا اجباري بدي اخذ الام جي على اي دبليو. حلو صحيح، كل المعطيات معياها على الام جي. الفي الفوليوم 42.48 ضرب النورماليتي 0.084 يساوي الام جي مجهول كم ميلي جرام من هذه العينة ما نعرف، الاي دبليو كاهو 204.2. حلو، بطلع الام جي على الحاسبة. اذا الام جي باي طريقة بدك اياها بتضرب هذيل كلياتهم ببعضهم، اذا راح تطلع معي 42.48 ضرب 0.1084 ضرب 204.2، والجواب كله راح يطلع 940. 940 ميلي جرام. جميل جدا هذا الكلام. لا خلص، بقدر احول. شوف الحين هذا اللي اعطاني اياه وزن العينة الكامل، الحين هذا هذيلي هم اللي موجودة اللي بدنا نحطهم هون. اوكي صحيح. لكن في شغلة كمان هون، في ملاحظة هامة جدا، ما اقدر احط اللي فوق بالميلي جرام واللي تحت بالجرام، يا اما بحول هذا الى جرام يا اما بحول اللي تحت الى ميلي جرام. لا خليني احول اللي تحت، لانه انا قبل شوي علمتك شلون بحول من جرام الى ميلي جرام. قلنا من جرام أوكي. الى ميلي جرام بضرب بألف. نضرب بألف معناته هذا حوله اضربه بألف. ماشي، يعني 2.1283 جرام، كم ميلي جرام راح تقابل؟ ضربها بألف، 2.1283 ميلي جرام. خلص برجع بحسب عاد، اللي فوق صار معي اللي فوق هذا 940 ميلي جرام، واللي تحت بعد ما حولته صار 2.128، طبعا هون في بوينت هون 0.3 ضرب 100، وبطلع الجواب على الآلة الحاسبة بتطلع معي النسبة المئوية إلو اللي هي، خلينا نشوف الجواب كم بيطلع، 940 وتحت 2.128.3 ضرب 100 18.22%. إذا 18.22%، وشي خلصت المسألة.